ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم زينة, how are you? This is our plan إن شاء الله. For this month we will start a new جزء إن شاء الله. It's جزء الشورى. May Allah make it easy for you. Let's start to read. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Okay Zina, this is our plan. Inshallah, we'll continue reciting Surah Ash-Shura, Zukhruf, Ad-Dukhan, and Al-Jathiyah, Inshallah. This is our plan. Inshallah, Jazakallah khairan. See you inshallah next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.